امنتي ولا ما امنتيش، هذا تيبقى الشغل ديالك انت كشخص. اللي كيهمني دابا هو نحافظ على خدمتي. السلام عليكم وصباح الخير عليكم الاخوان. تشوفوا الجورع الشتوي خلوي، هادي 7:30 الصباح غادي نمشيو للخدمة. مي فاك تو فاك، نسيت لكم مع عاوتاني اخي. هذا الاخ شفيق شتو تفكرت لكم ماما، وضع لكم ماما شفيق كمل شفيق نجيب لكم ماما ان شاء الله. اول بي باك جاي، صباح النور عليكم. نهار جديد هذا، صار خوركم ماما الثاني ديما هو مع لكم ماما. الله تعطينا بنا نمشيو لهداك البيرة الثاني، شوفوا اش كاين، ابقاو معنا نشوف النهار كيف يدوز. هيا النهار نهار مشتوي اليوم انا من ها هو وجعي ها هو ضرب لكم ماما الثاني. ماما ديما الا احسن حاجه هي كت سموحات سموحات. المهم هو احسن حاجه هو كتفيق عندك لابيش الفرنسويه كنسميو لابيش بالعربيه، عندك شنو هي النشاط الحيوي. الحيوي والنشاط. وكتفيقش معي معكز، ولكن واخا هكاك اليوم راه ما فقت اي معد بصراحه الله. ايوا الاخوان حنا غادي للخدمه دابا، غادي نوصلوا نخدو خدمتنا بيان سيغ. طالع عرفت الله الطوموبيلات و الطوبيسات، خلينا نكمل الهضرة. المهم غادي نوصلوا للخدمة، غنبداو خدمتنا نبداو المسائل، ومن بعد راه غادي ندير فيديو غادي نهضرو فيه على هادشي اللي داز فهاد السيمانة هادي كاملة، على هاد المشاكل اللي وقعوا لنا، على الناس اللي كيسميونا نصابة هاكا. راه كلشي دايز اليوم، ها شوف ولكن نورمال راه الصباح هذا مشاكل المهنة مشاكل، فراه كلشي نايض يخدم كلشي نايض يدبر على راسو داكشي كنصداع. المهم بغينا نهضرو معاكم على المشاكل اللي وقعات. وات ذا فاك سوري جايز، نقطع هادشي هذا. شوف شوفوا كاع باش تعرفوا كاع حندوما. ها شوف والله 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 يوسف لا هضرتي على خاطرك. المهم غادي نوريكم على هادشي اللي وقع السمانه هنا هادي، والمساكين المشاكل تاع الخدمه. والفراس الخدمه والفيزات اللي عندنا. المهم الاخوان حتى البيرو نهضروا، خليونا نمشيو راه ما غاديش يخليونا هاد الترافيك نهضروا. الله يرحم بها الوالدين. السلام عليكم اخوان، وصلنا للخدمه. دفع عليا الباب باش نقول لك سمعنا على هذا الباب. ولا شنو شنو الصوت تاع باش نفهم ولا شنو جمع لنا هذه استحاله جمع لنا. المهم الاخوان ندخلوا غادي نبداو خدمتنا بيان سيغ، ومن بعد ما غادي نبداو الوقيت غادي ندير معكم نشرح لكم هادشي اللي واقع على الخدمه، اشنو واقع الفيزات كلشي اش واقع. دونك نرجعوا للقصه حنا جايين. فوالا ها لي كوليك ديالنا، ها هما جاو كنتسناوهم، ونمشيو ونبداو اليوم ديالنا بخير وعلى خير. خليكم عدنا والعود احمد والاخوان. الوغ دابا راه خدينا البريك ديالنا وجينا باش نشرحو لكم المسائل اللي هضرنا عليها قبيله، اللي قلت لكم غادي نهضر لكم على الخدمه وعلى لي كونطرا اللي عندنا ولي زوبورتينيتي اللي كاينين، وعلى بارون على هادشي اللي واقع هاد السيمانه هادي، على كاع داكشي اللي تعرضنا ليه والمسائل اللي عندنا اللي نقدروا نشرحوها لكم. ياك اخي الوغ حنايا خدامين في واحد لاجونس تاع ريكروتمون، كنبيعو كونطرات باش مزيان نجي من الاول هكا، كنبيعو كونطرات ديال الخدمه في لا تركي في لا بولوند لحد
يعني كاينه كندا ولكن نخليوها كنهضروا عليها من بعد. دابا عندنا لا تركي ولا بولند. الخدامي اللي عندنا في لا تركي هما لانيماسيون، لانيماسيون نورمال الميني كلوب و بول سبور و دانسرز، الناس اللي كيديروا الشطح و سيرتو الشطح هيب هوب. ياك الشطح هيب هوب لا. وبالنسبه للبنات السبا، داكشي ديال المساج ديال المانيكير بيديكور كاع داكشي اللي ليه علاقه بالسبا. غير هما البنات اللي باش يجيو يخدمو في السبا خص يكونو ديبلومي. وبالنسبة للدراري تاع الانيماسيون تا هما خص يكون عندهم دي ديستاسيون تاع الخد تاع بانهم ديجا خدمو في بلايص اخرى. هادو هما لي زوفر اللي عندنا دابا، هادو هما لي كونترا اللي عندنا للبيع، كنبيعوهم ب 100 دولار. يعني باش 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 توضح راه ماشي غير ماشي غير يعني تتشري الكونترا، راه دابا دوك لي فري اللي غادي تخلصو ديك 400 دولار راه داخل فيها الإقامة ديالك هنا، إيد العمل، الفيزا ديالك من المغرب، يعني تجيب تجيب فيزا الخدمة من المغرب، وفيها الطيارة ديالك حتى هي من المغرب. دونك كيما شرح لكم شافير، هذوك ال 400 دولار اللي كتعطيونا راه داخلين فيها الإجراءات اللي كنصاوبو لكم حنايا، وداخل فيها الخلاص ديالنا حنا باش نكونوا واضحين. اشنا هو الحاجه اللي كيفاش تيمشيو هاد المسائل هادو؟ كنصيفطو لكم الكونطرا تاع الخدمه، كتقراوها، كتشوفوا الشروط اللي فيها، الصالير والمسائل كلهم، كتسينيها، كتعاود تردها لينا باش حنايا نجليزيوها لك. هذا كنهضر دابا على لا تركي. ملي كنجليزيوها كنعاودو نردوها لك، كتخلص لينا 250 دولار. من بعد كتعيط عليك لا كونسول تاعت لا تركي في المغرب مثلا، ولا في لاتليزي، ولا في لالجيري، كتمشي كتدفع لهم الباسبور ديالك والوراق اللي يسولوك عليهم. ياك اخي ديك الساعه تدخل لك الفيزا ديالك، تخلص 150 اللي بقات، كنخبطوا لك التياره حنايا وكتخلص 150. تجيك الطياره حيت الا ما خلصتيناش، حيت انا هذا الفيديو ديالو كما قلنا البارح، حيت حنا درنا فيديو البارح وتمسح في المونتاج. الوغ كما قلنا البارح حنايا كان درنا مع الناس بحال هاد المسائل هادو. في الاول ما كنا كنطلبوا الفلوس، ولكن بان تيب الكونترا كتفي التليفون كيتسحب ليه واش غادي يمشي للقنصليه وغادي يقبض الفيزا تاعته وغادي يتم يجي يخلص التيار راسو، زعما هو قافز. يعني غير الناس اللي دخلوا في هاد الشيء هذا، الا ما كنتيش متاكد منه 100% يعني ما كنتيش مقتنع انك غادي تمشي في هاد الشيء حتى الاخر ديالو، فبلا ما تدخل و يعني حنا وجبنا صداع في الخدمه ديالنا. وحتى حتى عاوتاني الكلمه دابا راس مال هذا الشيء هذا، لا بيناتنا حنا مع الناس ولا بيناتنا حنا مع الشركه مع البيرو، هي الكلمه. يعني مثلا كيف يوسف مول البارح هضر مع واحد السيد وقال لي هي انا معاك و 100% وهذا، قال له ترى يعني متاكد انت قدو لك دابا الكونترا ديالك كنسيفطوها لك، قال لي هي قلت هضر مع مولشي، جا الباترون كتب شحال هما خدامين هنايا، قلت ليه الكونترا ديالي وصيفطها ليه، حتى جا الاخر لغا يعني ولا في التليفون فوزية الخاوية يعني ولات حتى هو داك المشي هذا كتبان بحال دير الصغار. هذه المرة الأولى والثانية والثالثة راه صافي، راه نجيو نقول لهم أنت راه كاين واحد ما غاديش كاع يتسوق ليه. دونك فوالا كيما بغيت نعاود نقولها الإخوان، أنايا خدام في هذه الشركة والأخ مكفي الشافيك حتى هو خدام في هذه الشركة هذه، حنا كنتخلصوا بالسالير ديالنا كوميسيون كيتجاوبهم. حنايا علاش نقول الصالير؟ حيت حنايا كنتكلفو كنجيبو لهم الخدامة، حيت هما تيهضرش بالعربية، حيت حنا مغاربة، حيت حنا عندنا دي كونتاكت. دونك فوالا على هاد المسائل، يعني مغاديش يخلو الصالير إلا في سبيل الله. ولكن إلا صيفط الكونترا الأولى والكونترا الثانية والثالثة وبنادم كيشري التليفون وهادشي، راه أنا بنخرج على خدمتي. يعني لهذا درنا هاد الشرط، بغيت أخويا تجي تيقتي ولا ما تيقتيش، آمنتي ولا ما آمنتيش، هذاك تيبقى الشغل ديالك انت كشخص ولا ديالك انت اختي كشخص. انا اللي كيهمني دابا هو نحافظ على خدمتي، حيت انا نهار كنت خارج من البلاد ما لقيتش هاد البورتونيتي هادي. انا خلصت 8000 درهم ما فيها لا خدمه لا والو، فيها الطياره وكونترا فيك فيك ما فيهاش خدمه مزوره،
راه هي باش تخرج الناس راكم عارفين تاع الشحن دابا في المغرب ما يمكنش تخرج من المغرب حيت حابسين عندنا الا ما كانش عندك اما الخدمه اما القرايه اما القرايه اما تكون عندك اقامه هنا في لا تركي. الو باش نعاودها للاخوان وندوز الكلمه هنا باش نعاودها للاخوان انا اللي تيهمني دابا هو خدمتي يعني تيك الطرف في الاول اللي كنت تاعير وبين تعاون مع الناس وجاي فرحان النهار الاول كنلونسي فيديو فيسبوك نقول للناس فوالا كاين الخدمه هادي هادي سمحوا لي مي هذاك الشيء ما بقاش اللي بغى يخدم اللي بغى يدبر على راسو مرحبا به الثقه يدبر هو على شي طريقه تاع الثقه انا ما انا عييت من هذيك المسائل انا راحت دابا المشكل عاوتاني المشكل راه حتى قلت ليه انايا راه انا بديت نحبس حيت ماشي بديت نحبس ما بحبس غير الفيديوهات فوالا بديت نحبس الفيديوهات علاش دابا كاين راه عادي جدا كيف تنقول راه قلت هذا الفيديو عندي تاع انه عادي انه الواحد يقول لك اخويا انا راه ما مرتاحش ما مرتاحش عادي ولكن تيبدا تيجي واحد بنادم مثلا ذاك النهار قال لك انتما نص ساعه منين انت تعرفني منين تنعرف الناس دابا شحال من واحد تيقول لك لا نجيو حتى تما هادي باش نجاوبو عليها في الفيديو ديت باش ما بقيتش تطرح بزاف بزاف تيقول لك نجيو حتى تما نخدمو نخلصو وتقطع هادي راه ممكن كون كنت جاي بديتي تخدم عند هاد البيرو هذا يعني مثلا مول هاد البيرو هذا هو اللي غادي يجيب وهو اللي تيخلصك ديك الساعه يقدر يبدا يقطع لك حنا هنا جوج دو ريكروتمون اما هادو بيرو ديال ريكروتمون يعني تيجيبو حسن شوف هاد بيرو ديال ريكروتمون بحال لا نابيك تاع المغرب بحال لا نابيك مكتب تشغيل مكتب تشغيل يعني تيجيبوك خدمت هادي فين تتسالي تيجيبوك من المغرب تتوصل لهنا تيديوك لوطيل تتسيني مع لوطيل الكونترا ديالك تتولي خدام مع لوطيل هادو صافي سالي تخدمتو يعني ما تيبقاش كونتاكت بينك وبينو يعني دوك الناس اللي تيقول لك نجي ثالث ما ونخلص نخدمو قطعو هادي راه ما يمكنش حيت هادو مكتب تشغيل اش ضمنا حنا الناس الاخرين اللي تيقول لك لا نوصل تما عاد نخلص راه ما يمكنش عاد ثاني حيت هادو نفس السبب لانه هادو من مورا ملي وصلتي لهنايا ما بقاش عندهم حكم عليك هادي ما بقاش عندهم باش يشدوك بالعربيه وحتى في المغرب نفع عليك انا الكونترا ديالك قلنا قال لك مسائل تمشي تدخل نتايا تعيط عليك القنصليه تاع تركيا في الرباط تمشي تعطيهم الباسبور ديالك والودائع الاخرين يخرجوا لك الفيزا واخا نكون كاع انا في المغرب ونتسنى قدام القنصليه شنو وقع لك راه غتسدني الحبس غتعيط هو وقع عباد الله راه هذا السيد دابا يمخرني اش ضمني انا بتعطيني فلوسي لهذا الاخوان كما قال شفيق هو عيا من هذه المساله هذه انا طبيعي عندي بشكل اخر بالعكس انا ما حد تكون كتقولون الصاب وما حد تكون تقول هاد الهضره هادي انا عاد تزيديني الشجاعه فهمتي لان انا جاي هنا باش نتعاون مع الناس عاد قلت انا جاي باش نتعاون مع الناس حتى انا حتى انا لقيت اللي يعاونني وانا ولد الناس وعارف بان الدنيا فيها ولد الناس اخرين هذوك اللي كاينين قالوا شفار ونصاب راه كانوا 10 غادي يكونوا 10 اخرين ولاد الناس اللي تفهموا اش هاد الشيء ملي كتمشي انت تبي تدفع ابا الخدمه بغيت تدفع لفرنسا بغيت تدفع لبلجيكا بغيت تدفع لامريكا كتقول لك القنصليه خلص لي هادي وهادي 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 وجيب لي وكتدي لهم داك الدوسي والفلوس والتنابر وداك الشيء كله وشوف واش تخرج لك الفيزا ولا ما تخرج لكش حنا سي ان اجونس دو ريكروتمون تنقولوا هذاك الشخص محتاجينه يعني القنصليه كتمشي كتطوع عليك وصافي ماشي كدوز لك انترفيو ولا كتشوف كو انفيتاسيون ديال هذا بغينا فوالا ماشي انت يلا بغيتي تمشي تدفع لا تجيب الانفيتاسيون من هنا يعني الكونسولا تدير بناء على الطلب ديال الشركه اللي هنا في تركيا تقول لهم هذاك بغيتو اعطيوه فيزا باش يجي وهذا الشيء راه شي حاجه اللي عاديه معروفه يعني الناس اللي سافروا انا راه مشيت لشحال من بلاد راه 54 بلاد سيستم عادي جدا راه في كوريا نفس السيستم كاين الناس المصريه ديال الخدمه تخلصوا 100 دولار في ماليزيا نفس الشيء في ما مشيتي نفس السيستم نعاود لهم القصه تاع هنا انا هاد الخدمه اللي خدامين راه جينا عندهم باش نخلصوهم ويقلبوا لنا على خدمه صوفكو هما ملي شافوا البروفيل ديالنا وتناقشنا معاهم وهضروا معنا قال لك واش يمكن لكم تخدموا معنا حنا هنا ما نصيفطوكمش اللوطيلات تخدموا معنا هنا دونك فوالا انا خسرت 8000 درهم ما جيش بالخدمه
هي باش نخرج من البلاد وجاي لهنا وجاي باش نخلص عاوتاني هاد لاجونس هادي هي تلقى لي الخدمه خدام معاهم الحمد لله. ولكن باش نتايا تبدا تحس براسك قافز اسمح لي راه كي تنصب ولكن تحس بنت راسك مع قافز هادوك بغا ينصبوني واش انا بتنصبك ونعطي وجهي في الفيديو وراه كاين حل اخر بلاتي راه كاين حل اخر بحال واحد السيد اللي تواصل معايا وقال لي اودي انا نديرو واش ممكن نجي تال تما عندك ديال الغرض قلت له ماشي مشكل غادي نقولها لك انت تما راه ماشي مشكل انك تجي تال هنا للبيرو وغادي تخلص 250 دولار ديال المصاريف الكوميسيون والمصاريف ديال العمل وخصك تكون عندك الاقامه هنا لا شخص عندك الاقامه هنا يعني هنا الا حسبناها شحال بطيح عليك راه غادي تشد الطياره كنقولوا انت شديتيها مزال في اللو سيزون وشديتيها طاحت عليك اسيدي 2500 درهم لنفترض حنا شي مزايد وصلتي لهنا غادي تلقى نعمه سيدي خصك تدفع الاقامه ديالك الاقامه تتشد شهر ونص ما بين الموعد باش تدفع كانت 15 يوم وين مينيموم اللي ب 200 دولار زيد على 8000 مليون الموعد ها شهر ونص ها 200 دولار ها واحد 2000 درهم اخرى وكراك وكراك وما كنت كترونسبورت وقولها واحد 8000 درهم هي هذيك تقريبا وهاد الشهاده ما حسبتش لا انا راه دابا بين 8000 و 200 مليون هاد الشهاده ما حسبتش ديك الورقه ديال الاذن العام ديال سميتو مغادره التراب الوطني اللي في المغرب الا قال لي ماشي اللي قال لي قد عليه الا باقي بداو تيعطيوها حيت راه تحبس هذاك الشيء انا خلصت 8000 درهم حيت تحبستي كل وقت باش كنت جاي انا تحبس ما بقاش يعطيوها يعني هادي شي واحد اللي ما تهكش اللي ما مرتاحش وبغى يجرب ماشي مشكل يعني مصرف هي هادي حنا هاد الشيء كله هاد البير هذا هاد الشيء كله نقصو عليك غادي تولي نافيغاسيون غادي تجيك من الشركه ديريكت وغادي الطياره على حسابهم كلشي على حسابهم حيت الوطيل هو اللي تيتكلف بهادشي ولكن الشركه اللي تتكلف ليه الريكروتمون يعني بحال قلتي الوطيل الاشقاء الشخص ايما اللي كتكون تخش الوطيل عطاتها عطاتها للشركه اللي خدامين فيها الناس اللي فاهمين غادي يكونوا فاهمين هادشي يعني باش تنقص عليك هذاك الشيء كله اولا تقلاب راه ماشي غير اجي ولقى خدمه هنا هادي واحد وكل واحد رزقه كاين اللي تيجي راه النهار الاول تيلقى كاين هذاك الشيء رزق من عند الله ولكن تنقص عليك باش تقلق في الشهر الاول تنقص عليك المصاريف راه حنا حسبنا وصلت مليون وشي حاجه وهي تقطع عليك كلشي ب 80000 ريال جاي من المغرب كلشي ديالك مكاد تنقص عليك العيا والترونسبورات والروينه وسل هنا وسل هنا يعني وهي ستريس تاع واش نخدم ولا ما نخدمش غادي نال الغربه يعني هذيك بوحدها اخوان اللي بيخدم ماشي بنفس الاخر براسي كيدير بحالي كيخسر وكيقعد الطياره وكيمشي للبلاد اللي يقدر يمشي ليها وكيقلب على الخدمه يعني داكشي تتوكل على الله وتنزل مولف تبقى تحت البطانيه وتبقى تحت ماماك وحدا باباك هذاك تيبقى عاوتاني شوا وشغل ديالك انا كي قلت قبيله هادشي عصبني ولكن اي نيفر جيف اب انا غادي نبقى كندير فيديوهات في اليوتيوب حيت ندير فيديوهات في اليوتيوب وما حتى خدمت في هذه الشركه وانا فين ما كان شي اوفر تاع شي فيزا شي بلاد حيت كما قلت لكم قبيله راه كاينه دابا خدامي على تركيا خصنا نجدو لهم الخدامه كاينه لا بولوند وكاينه كندا كندا غادي نهضروا عليها من بعد يعني هو بيرو ديال ريكروتمون ديال مكتب التشغيل وتيجيو عروض يعني تيسيني مع شركات وحده كيف دازت كندا من قبل وغادي ترجع ثاني دابا بولونيا تركيا دائما وقت ما كان شي حاجه تيسيزون اي بروسيزون في لاسيزون شنو اخر تهضروا دارت هضره على سنغافور يعني العروض غادي تجيو ولكن لي سيور هو مورا بولونيا كاينه كندا حيت الان لي سيور الو اش نقول لكم الاخوان اللي انتريسي عنده تجربه في الانيماسيون بروفيسيونيل السالير عالي 900 دولار سي جامدين لي زانيماتور بروفيسيونيل كيتخلصو ب 900 دولار و حتى البنات تاع الماساج راه تاهما شي 900 على حسب و خاصها تكون اتيستاسيون بيان سور ديبلوم ولا اتيستاسيون تاع بان ديجا خدمة في شي بلاد احسن يكون ديبلوم لان باش حنا الدوسي اللي كانوا تصيفطو للسفارة في بلادك المغرب ولا تونس ولا الجزائر خصنا نعمرو خصو يكون داكشي غيكلي يكون سيغيو كوا دوطخ يعني باختصار شوفوا اللي كيف قال لي الفران اللي بغى يدير راه الا ما غمرتيش واخا ما كاينش غمرتي ديك اللعبه ديال
هكاك تشوفها هكاك راه بنادم راه عادية جدا، راه أنت ما تضعفنيش واخا تتفرج فيا مثلا، راه واحد متابع وقال عليا قال لي أنا تتفرج فيك أنا مثلا في اليوتيوب وكذا وهذا، ولكن أخويا راه قلت لي أنا عادي عادي ما كنت في المشكل، ولكن أنا تنقول ما غامرتيش كي دار يوسف واحد 8000 درهم باش يجي لهنا، هادي 8000 درهم هي باش نتحرك كراية وكتشي وحوايج وداك الشيء كاع ما نهضرو فيه. أنا نيت نهار خرجت من المغرب راه خرجت 2000 درهم في جيبي اللي كانت عندي فاش خرجت من المغرب 12 عام عادي 54 بلاد يعني إلا ما زعمتيش ما تعرفش ما كاين اللي جايب مال قارون ودابا في الشارع وكاين اللي جايب والو والله الا الى غيا ولا يدخل لا غيا اللي ما كيقلب اللي ما كيحاولش ولا كيطونس كيحاول راه ما تيكون عنده والو. دونك فوالا المساله اللي بغيت نقول اللي ضروري بالنسبه لي انا، الله يرحم لكم بها الوالدين الاخوان والاخوات اللي ما اقتنعش بهذا الهضره اللي كنقولوا ما يتصلش بيا راه عييت. دونك فوالا علاش انا درت هذا الفيديو في اليوتيوب باش يبقى في اليوتيوب واللي جاي يتصنت ويتفرج ويشوف ويدور الهضره في راسو ويهضر مع الناس اللي كيعرف ويتشاور مع راسو وديك الساعه عادي تواصل معاه. الحاجه الاخرى بالنسبه للزانيماتور والناس الماس البنات البنات في الماساج البنات، خصنا هادشي اللي بقى لنا في الشهر دابا شنو في الشهر دابا 15 يعني بقى 15 اليوم الدفعه الاولى خص يكونوا عندنا هنايا في الاول شهر 4 لو 1 وبين لو 1 لو 15 ابريل خصنا نكونوا ديجا جبنا شحال 100 تقريبا ما بين الانيماسيون والسطا قريبا 100 كاين 3 اوتيل كاين اوتيل في ميراميس هما دايرين دي ريزورت فوالا راه الناس اللي كان انتريسي من تركيا راه تكون دخل وشاف لي زوتيل تاع تركيا كيجي هنا ماشي اوتيل مراكش جوج خطوات راه كتسافر وسط لوطيل في قلت لك ميراميس بودروم وانطاليا. دونك فوالا الاخوان نكونوا نتمنى نكون شرحت لكم كل شيء ونتمنى نكون كنت واضح. ما تدراش مني قلت الصواب مي اخويا تنايا راني بغيت نخلي خدمتي نقيه وما بغيتش نتحمل في خدمتي مع المشاكل وما بغيتش نعطي صوره على بلادي خايبه، لان الناس اللي كتصيفط لي الكونطرا وكتفي التليفون ولا كتحسب راسو واقف راه مغربي وانا راه مغربي كيفاش بيفكر فيا انا منشي ولا المدير الشركه ولا غادي يفكر فيا انا بحال هذا. الو نعاود هاد الله يرحم بها الوالدين اللي ما مقتنعش بهاد الهضره هادي ما يتصلش ما يحاولش يدير راسو قافز، لان راه باهر يمرضني انا بيخرج على خدمتي وما غادي يدير هو والو بغيت حتى هو الوقت ولا شي حلم بغيت نقعد الكونترا غادي نمشي غادي ندير ما غادي نمشي حتى شي بلاصه الا ما كنت في السيري. وحاجه اخرى هادي كنصيحه ماشي زعما باش تجيو تقدروا تشريو من عندي انا الكونترا ابار هذا باردون اخويا الا ما لقيتي ما دير راه ماشي حيت ما لقيتيش ما دير راه حيت ولفتي الكونفورت زون ديالك الكونفورت ديال البلاصه المريحه ديالك، يعني كل عند ماما كل عند بابا هز فلوس فوق التلفازه هز الا كنتي مراكشي مثلا انا مراكشي كنظل على مراكش هزي ساك كوسين صغيره غادي يبانوا لك فرص كنتي صغيره هز ساك كوسين مراكش كنتي من الرباط ديال الكازا الا خرجتي من مدينتك المنطقه المريحه ديالك اللي فيها والديك فيها اصحابك فيها خوتك ايبانوا لك فرص. الا كنتي ديجا درتي هذا الشيء وخدمتي في بلادات اخرين وبغيتي تمشي لبلاد اخرين كوز الطياره وسير ما تسول فيا كاع انايا تي تنقول لكم نصيحه هز اخويا ساكك وسير دبر على راسك راه لقيتي مقابل ما كاينش لا ما عطاتنيش ما خدامش لا ما نين لا 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 ما عمرك غادي دير شي حاجه غاتجي بواحد الدوره غادي تلقى راسك ولات عندك واحد لاج اللي ما لقيتي مقبول في حتى شي حاجه ما درتي حتى تجربه ما خدمتي ما درتي حتى شي حاجه في حياتك وعالة على المجتمع وعلى والديك وقبل من هادشي كله عالة على راسك. دونك فوالا سمو حاد الا قصحت شوية الموضوع شي كلمة اخويا فوالا هادشي اللي كاين الله يسر الامور للجميع ونتمنى التوفيق للجميع والهدف من هادشي هذا كيف قال هو ايه فيها واحد شوية تريك ولكن بغينا راه نورمال واش انا هادي وزنات تحنا ولدان باش يعني بغينا بنادم يتحرك بغينا بنادم يخرج يشوف يدور ويجول
الاكسبيريونس هي اللي تتربح اكثر على برا، والله يسهل الامور للجميع هذه الشركه. اخوان الا كنت قاصح شويه معكم في هذا الفيديو هذا، هذا الفيديو هذا كنتمنى تسمحوا لي وتفهموني، ونبقى ديما نقول لكم والله يجيب التيسير لكل شيء وبالتوفيق للجميع، وتشاور عليكم الاخوان.